السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الثلاثية. الثلاثية عبارة عن عناصر مشتركة مع بعض في نوعها، مثلا كلها مثلا بتتكلم أسامي الموظفين أو عمرهم أو الخصم اللي هيتخصم منهم، تمام. فهي بدل ما نقعد نعمل متغير كتير، لا، بنعمل متغير واحد ونحط فيه كل السلسلة. ممكن تسميها أي اسم، يعني مثلا هسميها مثلا هنا ليست إكس، تمام، وأقول له إن دي بتساوي، وشايف القوسين الحلوين دول، تمام، اللي هو حرف الدال والجيم، ده هتلاقي فيه القوسين دول. هتقول له مثلا عرف لي 3 و5 و6 و2 و1 و9، تمام. طيب لو قلت له اشتغل، هيشتغل، ما ليش اي مشاكل خالص، بس ما جابليش نتيجه لان انا ما قلتلهوش عايز نتيجه. طيب لما اقول له عايز نتيجه، هقول له برنت، تمام، برنت ليست اكس. طب احط بعد كده القوسين؟ لا، لان القوسين دول خاصين بالفانكشن او بالدوال، هيبدا يطبع لي ديت. طيب ممكن بعد كده اقول له ايه، مثلا اقول له انا عايز اضيف حاجه ليها، تمام، فهقول له ليست اكس دوت ابند، تمام، ضيف لي، ممكن تخلي كلام او رقم، مفيش اي مشكله خالص، نضيف مثلا رقم 13، تمام. طيب بعد كده هقول له برنت ليست اكس. طيب نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. اول مره طبع لي السلسله زي ما هي، تاني مره طبع لي السلسله وضاف عليها رقم 13. طيب لو جيت هنا قلت له انا عايزك تقول لي رقمه كام، تمام، اقول له برنت وافتح قوسين واقول له انا عايز لين ليستكس، تمام. طيب وهاخد نفس السطر دوت واحطه تحت. السطر ده عبارة عن ايه؟ بيشوف لي عددهم كام، تمام. هنا كانوا 6، وبعد كده لما ضفنا ليه رقم 13 بقوا 7، تمام. طيب خلينا نعمل سلسلة تانية، ليست واي، وهنخليها اسامي اشخاص، تمام، اسامي اشخاص، يعني مثلا ممكن نسمي واحد مثلا علي، ونسمي واحد معاذ، ونسمي واحد مصطفى، تمام. طيب ده ليست اكس وده ليست واي. طيب هاجي هنا بقى، وخلينا مثلا نيجي هنا اقول له ليست اكس دوت، عايز اقول له ان دي هيبقى اضافه ليها، فاقول له اكستند ليست واي. يبقى هو يعمل ايه لما يجي يطبع ليست اكس؟ هيطبع وراها ليست واي. نشغل اهو، طبع ليست اكس وبعد كده دخل على طول في اكس واي، تمام. دي لو انا عايز ادمج اتنين مع بعض. طيب لو انا عايز اقول له انا عايز اطبع الرقم التاني من السلسله ديت، تمام، فهقول له ايه؟ ليست اكس، اقول له برنت الاول. لو عايز سطر مثلا معين ما اتبعش، باجي هنا وادي له العلامه ديت، علامه الشباك ديت، يعرف ان ده زي كومنت، فما يتكلمش، ما يطبعهوش او ما يشتغلش عليه. طيب هنا هقول له ايه؟ برنت اطبع لي بين قوسين ليست اكس، تمام. وبعد كده هقول له انا عايز بقى رقم كام من السلسله ديت، يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز رقم 4، تمام. رقم 4 هو بيبدا يعد من صفر، تمام، هو جاي يعد من صفر، ده 0 1 2 3 4. طيب ممكن اقول له اعد لي مثلا من 2 ل 4، طبعا الستة والاتنين. طيب ممكن اقول له عد لي سالب 2، يعني هيبدأ يعد من هنا 0 1 2،